بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدينج STC. أهلا ومرحبا بكم مع كورس التحليل الفني. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع نموذج من نماذج الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه، يسمى نموذج القمم والقيعان الأبراج، وينقسم إلى نمطين: تاور توب برج القمة، وتاور بوتوم برج القاعدة. ويرجع السبب في تسميته بهذا الاسم إلى أنه يشبه الأبراج، ففيه محاكاة وتقليد للطريقة المعمارية في بناء الأبراج كما هو مبين في الصورة. تقريبا الصورة والنموذج متشابهان من حيث بناء الهيكل، وهذا هو الشكل العام للنموذج اللي لازم المتداول يتعود عليه ويألفه، وخاصة أنه لا يتكون من شمعة واحدة ولكنه يتكون من عدة شموع. واضح أن أحد النمطين يشبه برج القمة تاور توب، حيث تكون قمة البرج في أعلى، والثاني برج القاعدة تاور بوتوم، وهو نفس النموذج ولكنه مقلوب حيث تكون القمة في أسفل النموذج. أما شروط تكون نموذج تاور توب برج القمة، أن يكون السوق في اتجاه عام صاعد حتى ولو كان قصير، وده شرط أساسي في جميع النماذج الإنعكاسية للشموع اليابانية، وألا يكون في اتجاه عرضي. وكذلك نفس الشرط في نموذج تاور بوتوم برج القاعدة، أن يكون السوق في اتجاه عام هابط حتى ولو كان قصير. رقم 2، زي ما احنا شايفين يتشكل النموذج من عدة شموع عند القمة تسمى سبينينج توب، وليس هناك عدد محدد لتشكل هذا النموذج، ولكن الميزة الأساسية في هذا النموذج أن أول شمعة بتكون طويلة خضراء، وآخر شمعة بتكون حمراء فيها زخم وقوة بالنسبة للشموع الأخرى اللي موجودة بينها وبين الشمعة الخضراء. رقم 3، بالنسبة للشموع الصغيرة الموجودة بين الشمعتين الخضراء الطويلة والحمراء الطويلة، هذه الشموع بتكون أحجامها متفاوتة ولكن أقل من حجم الشمعتين اللي هما موجودين بينهما، ولا يوجد معيار ثابت لهذه الشموع من حيث الحجم والشكل. رقم 4، يحكم على النموذج بالشكل العام ولا توجد خصائص محددة. يمكن الشيء الوحيد اللي احنا بنعتبره كخصائص ان اول شمعة واخر شمعة من النموذج بيكون فيهما زخم وقوة، كما ان الشموع التي بينها بتتفاوت في الالوان والاحجام، وغالبا ما تكون عند نفس المستوى. وكما هو واضح ان النموذج يشبه تماما البرج، حيث تكون القمة في الاعلى والاجناب تمثل الشمعتين الشرائية الخضراء والبيعية الحمراء. طيب نشوف كده تطبيق عملي على هذا النموذج. عندي اهو اتجاه صاعد، لو تلاحظ عندي شمعة شرائية خضراء طويلة بولش كاندل، جاء بعدها عدة شموع مختلفة اللون والحجم، عبارة عن شموع تسمى سبينينج توب، وهي شموع حجمها صغير وغير مهم عددها كام. ثم جاء بعد ذلك شمعة طويلة حمراء ذات قوة، وهي شمعة بيعية. من بعد تكون هذا النموذج تقدر تدخل مع البائعين صفقات بيع زي ما هنشوف في المثال التالي. بالنسبة للنموذج الثاني تاور بوتوم برج القاعدة، كل ما قلناه على النموذج الأول عكسه تماما يقال هنا، حيث يتكون هذا النموذج في نهاية اتجاه هابط، يبدأ بشمعة طويلة حمراء وينتهي بشمعة طويلة خضراء، بينهما عدة شموع مختلفة اللون والحجم لكنها شموع صغيرة مقارنة بالشمعتين الأولى والأخيرة. طيب نشوف كده تطبيق على هذا النموذج. لو جينا على الشكل اللي قدامي ده هنلاقي النموذج اتكون في نهاية اتجاه هابط، بدأ بشمعة حمراء بيعية بيرش كاندل، واستمر الهبوط حتى حصلنا على عدة شموع في القاع مختلفة اللون والحجم، صغيرة جدا بالنسبة للشمعة الحمراء التي قبلها، وكمان بالنسبة للشمعة الشرعية الخضراء الطويلة بولش كاندل
اللي جت بعد هذه الشموع ممكن تدخل صفقات شراء بعد ذلك، بس استنى لما الانعكاس يتأكد. وبرضو بفكرك ان جميع نماذج الشموع اليابانية الانعكاسية مجرد تمهيد لعكس الاتجاه وإشارة بانعكاس الاتجاه قريبا، وأن الانعكاس لا يحدث مباشرة بمجرد ظهور هذه النماذج. تذكر هذه الملحوظة جيدا. وممكن نلخص ما سبق من خلال رسم اللي قدامي ده، حيث يوضح النموذجين معا، برج القمة تاور أوب وبرج القاعدة تاور بوتوم. أهم حاجة تاخد بالك أن تحديد هذا النموذج يختلف من محلل إلى آخر، لأن الحكم هنا على النموذج بيكون من خلال الشكل العام، وده بيحتاج خبرة من المتداول وكثرة التدريب لمعرفة مدى صحة هذا النموذج. كمان برضو عايزك تاخد بالك إن النموذج ده مش بنفس القوة الإنعكاسية للنماذج السابقة مثل الهامر والهرامي والشوتينج ستار وغيرها من النماذج الإنعكاسية. النموذج ده في بعض المرونة، ولكنه يظل مؤشر للإنعكاس إلى أن يثبت الإنعكاس بالكامل. المثال الأول كتطبيق على نموذج التاور توب، لاحظ معي الشمعة الأولى الخضراء طويلة جدا فيها زخم كبير، ثم بعدها بدأ يتخذ السعر شكل البرج أو البناية زي الصورة اللي شفناها قبل كده. لو بصيت على الشكل بصورة إجمالية وبنظر عامة هتلاقيه واخد نموذج تاور توب. في نفس الوقت داخل هذا النموذج هتلاقي إن فيه نماذج مركبة، يعني لو شفت الشمعة رقم 2 عبارة عن شوتينج ستار زي ما عرفنا قبل كده في الدروس الأولى، يعني الشكل عبارة عن شوتينج ستار نجمة المساء ممكن أتداول عليها واستفيد منها. كمان هتلاقي داخل القمة ذات الأبراج نفسها في مجموعة من الشموع الإنعكاسية، وكل ما كتر عدد الشموع الإنعكاسية داخل القمة ذات الأبراج التاور توب أو القيعان ذات الأبراج التاور بوتوم، كل ما تزيد احتمالية عكس الاتجاه بعد هذا النموذج. لاحظ كيف أن السعر صاعد، وبعد ما تشكل معانا القمة ذات الأبراج بدأ ينهار السعر بعدها مباشرة. لو حبيت أدخل صفقة بيع يفضل دخولي عند الشمعة رقم 3 عند هذا المستوى، لأن هذه الشمعة تتوفر فيها كل الشروط اللي احنا اتكلمنا عليها، وهي أن هذه الشمعة الحمراء فيها زخم وقوة تقريبا زي الشمعة الخضراء رقم 1 اللي شكل بعدها على طول نموذج القمة ذات الأبراج التاور توب. نشوف كده مثال 2 تطبيق على نموذج التاور بوتوم على القيعان ذات الأبراج زي ما احنا شايفين كده. لو تلاحظ أول شمعة حمراء رقم 1 حصل فيها زخم وقوة كبيرة، بعدها أتت مجموعة من الشموع الصغيرة، والشمعة الأخيرة رقم 2 الخضراء مشابهة للشمعة الأولى رقم 1 اللي جت في بداية النموذج، مشابهة لها من حيث الزخم وعكسها من حيث اللون والاتجاه. طبعا أهم حاجة إن الشموع الصغيرة تأتي مرصوصة جنب بعضها ولا تحتوي على أي فجوات زي ما هو باين قدامي على الشرط. لو حبينا نشوف النموذج الموجود في هذه المنطقة هتلاقي هيطلع معايا على طول هذا الشكل، وهو ما يعبر عنه بنموذج القيعان ذات الأبراج التاور بوتوم. داخل هذا القاع نفسه هتلاقي موجود عندنا نماذج انعكاسية من الشموع اليابانية. ممكن تبص للشمعة الحمراء دي على أنها مطرقة في هذه المنطقة، وكمان ممكن تنظر إليها على أنها قاع ملقاة في هذه المنطقة. وكل ما يكون عندك عدد كبير من النماذج المركبة كل ما يزيد احتمالية عكس الأسعار للأعلى. نقطة دخولنا بتكون من هذا المستوى، ولو تلاحظ بالنسبة لهذا النموذج مسافته قصيرة إلى حد ما، يعني المسافة بين الشمعة الخضراء الطويلة والحمراء الطويلة بتكون إلى حد ما قصيرة وليست طويلة. المثال الثالث والأخير على القيعان ذات الأبراج تاور بوتوم، واحنا دايما بنحاول نحقق الشروط ولا نحفظ الاشكال. لو حبينا نطبق الشروط اللازمة عندي هنا هتلاقي اتجاه هابط
ثم أبدأ أنظر إلى الأماكن اللي ممكن يتكون فيها هذا النموذج. في هذه المنطقة لو تاخد بالك هتلاقي عندي فعلا ما يشبه التاور بوتوم، ودايما هتلاقي شمعة طويلة حمراء وأخرى طويلة خضراء يقع بينهما مجموعة من الشموع الإنعكاسية ذات الحجوم الصغيرة، وكلما كثرت هذه الشموع كل ما زادت احتمالية الإنعكاس. لو حبينا ندخل صفقات شراء فدخولنا هيكون من هذه الشمعة. لو تلاحظ داخل نطاق هذا النموذج موجود شمعة المطرقة المقلوبة في هذه المنطقة، وهذه كلها طبعا شموع إنعكاسية تحمل دلالات كبيرة لعكس الاتجاه. وإلى أن نلتقي مع نموذج آخر من نماذج الشموع اليابانية، لكم خالص تحياتي، كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. النهاية أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهمية التوكل على الله، قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.